كثير ممن رأوا دمار شوارع مدينة تعز استبعدوا عودة الحياة إليها من جديد، لكن ساعات قليلة أعقبت تحرير الجبهة الغربية كانت كفيلة بالرد على كل تلك التوقعات. فقد تدفق الأهالي من المناطق المحيطة متحدين بذلك كل مشاعر الخوف التي استوطنت منذ أشهر. وعاد كثير ممن نزحوا دون الانتظار لخلو المناطق المحررة من الألغام والتي تمتلئ بها الطرق والممرات. وشهدت أسواق المدينة حركة بيع كانت قد تحولت إلى ذكرى يصعب استحضارها في ظل حصار أحكمت الميليشيا فرضه على كافة السلع التي عاد الأهالي للتدقيق فيها بعد أن كانوا قد حرموا منها لعشرة أشهر، وكان وصولها يعني مغامرة غير محسوبة العواقب. وتلقي العودة السريعة للأهالي والاحتفاءات المتواصلة مسؤولية كبيرة على الجيش الوطني والمقاومة، وحثها للتقدم إلى الجبهات التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وتحولت كثير من شوارع المدينة إلى أماكن مزدحمة بالزوار والمتسوقين الذين قدموا من مناطق بعيدة حريصين على تحسس ما خلفته لهم حرب كانوا مجبرين على خوضها، ولم يكن أمامهم غير باب واحد للخروج.